الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض رئيس حزب حاتم صالح والحنان يقول خلال المؤتمر الصحفي للمنتدى إن هناك تطورا خطرا في مجال الأسعار سينعكس على المواطن في قوته وتسيير حياته اليومية على حد تعبيره. وأضاف الرئيس الدوري للمنتدى أن النظام الموريتاني لم يفي بوعوده التي وعد بها سكان الداخل الموريتاني. وبشأن الحوار السياسي المتعثر نفى والحنان خلال معرض حديثه في المؤتمر الصحفي أن يكون هناك تواصل بين المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة والنظام الموريتاني، مضيفا أن المنتدى لم يلمس أي جدية في إطلاق حوار من الطرف الآخر وبأن الكرة في مرمى النظام. احنا عرفوا علينا كأحزاب سياسية وكمنتدى حريصين من حيث المبدأ على الحوار باعتباره هو الآلية الوحيدة لتجاوز الأزمة متعددة الأبعاد اللي تعيش موريتانيا اليوم، لكن للأسف ونقولها بصراحة أن حتى الآن لم نلمس لدى الطرف الآخر جدية في هذا الموضوع، وبالتالي الكرة في مرمى النظام ولا حديث حتى الآن لدينا عن مستوى من التواصل لإطلاق هذا الحوار، وبالتالي نحن مثل المواطن ليست لدينا أي معلومات عن هذا الحوار. وموقفنا المبدئي طبعا هو الموقف المعروف وأننا مع الحوار إن توفرت له الأرضية والإرادة الصادقة، وبالتأكيد سنمضي قدما في هذا النضال المشروع الذي يعبر عن آلام هذا الشعب. وكان الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز قد أكد في تصريح أدلى به للصحافة الأسبوع المنصرم خلال زيارة ميدانية لبعض المرافق التعليمية والصحية في العاصمة أن الاتصالات بشأن الحوار ما تزال جارية وسيتم إطلاقه في آجال قريبة. الصفة اللي كان مطروح به الحوار ما زال مطروح به، وبالتالي في اتصالات ما زالت مع ذيك الجماعات اللي معنية بالأمر، اتصال ما زال قائم إن شاء الله دون توصل إن شاء الله الحوار إن شاء الله بأجال قريبة إن شاء الله. الرئيس الموريتاني كان قد التقى بالقصر الرئاسي رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود البلخير، حيث أجريا لقاء مطولا طغى عليه الملف السياسي وخصوصا ما يتعلق منه بالحوار. ويرى مراقبون أن نفي المنتدى لوجود أي اتصالات بينه والنظام بشأن الحوار رغم تأكيد الرئيس الموريتاني يشير إلى بداية مرحلة جديدة من التأزيم السياسي بين الطرفين، عنوانها التأكيد والنفي مما قد يؤثر سلبا على مسار الحوار.